نيت او هي ايرا تو خين اب اي ام اب تشويس خني افلي يو انت اب اي ام بن نوتي ذوك ساسي في لا نثروبي القائمين في بيت الرب في ديار بيت الهنا المجد لك يا محب البشر. كلمة بإي معناها البيت، كلمة ني أفلي يو يعني الديار، كلمة إم بن نوتي متقسمة لثلاث مقاطع، إم يعني الذي لي، بين يعني نا، نوتي يعني إله، فتبقى على بعضها الذي لي إلهنا. مغروسين في بيت الرب في ديار إلهنا يظهرون، مزمور 92:13. رب يسوع المسيح، اشتقت إلى الوقوف في بيتك يا ربي، فإننا في هذا المكان نسبحك ونتمتع بحضورك القوي، ودوما نتلو أنك عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيك والروح القدس. هبني يا رب استحقاق دخول بيتك المقدس مرة أخرى، فبيتك هذا بيت الملائكة كالسماء على الأرض، وأعظم ما فيه هو هذه النعمة الجليلة الإفخارستية، جسدك ودمك الكريمين. واليوم أعلن أنه وقوفي في بيتك يوم واحد خير من آلاف خارجها، إنها حصني وراحتي الحقيقية، فلا تبعدني عن كنيستك المقدسة يا ربي إلى مدى الأيام. آمين.